كلنا نعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم انسحر، بس ما نعرف كيف انسحر النبي صلى الله عليه وسلم وإيش نوع السحر اللي انسحر فيه. من هو هذا الشخص وكيف تمكن من سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انسحر إلا لحكمة القليل منا يعرفها. والسؤال اللي أهم من هذا كله، إيش نوع السحر اللي انسحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا بنعرفه في مقطع اليوم، واللي ما بيكون قصة واحدة فقط، ما راح تكون سحر النبي صلى الله عليه وسلم قصتنا الوحيدة. في قصة اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسل إلى جميع ملوك الأرض. كل شخص ملك أو جبار على هذه الأرض أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له رسالة. أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رسائل توعيهم وتحذرهم وتقول لهم بأن أسلموا تسلموا، وإلا بيننا وبينكم السيف، واعلموا أن ديني سيظهر إلى من انتهى له الخف والحافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس في قصة عجيبة حصلت بين أكثر الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل جيش الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر قائد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، يتقابل مع هرقل. إيه نعم، هرقل العظيم الروم يتقابل مع هذا الشخص شديد العداوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. في إيش القصة وراء مقابلتهم لبعض؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير واموركم إن شاء الله طيب. قصة اليوم مليئة بالأحداث، بس قبل ما نبدأ القصة هذه لازم نعرف بعض الأشياء الدقيقة والتفاصيل اللي لازم تعرفها قبل ما نبدأ القصة، واللي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أرسل رسل لجميع ملوك الأرض. أي ملك وأي جبار على وجه الأرض أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة. وكان عاصمة الروم القسطنطينية، واللي كان يعيش فيها هرقل، ما يحب يطلع منها، وكان من اللي مرسول لهم هذولا هرقل العظيم الروم. فمن هو هرقل هذا؟ هرقل هذا كان ملك الروم زمان، استلم حكمه بعد ثورة كان يقودها بنفسه ضد الملك اللي كان قبله. بعد استلام هرقل للحكم، بدت ملامح الضعف تظهر على الإمبراطورية الرومانية، يعني بدأوا ينهزمون من كل أحد. ومن بين الإمبراطوريات اللي هزمت الرومان في ذاك الوقت هي الإمبراطورية الفارسية الساسنية. باختصار، الساسنيين هذولا مسحوا بهم الأرض، فقام هرقل يعقد مع الفرس معاهدات سلام، يعني خليكم في حالكم وخلونا في حالنا يرحم والديكم. وكان هرقل في ذيك الفترة يدفع فلوس للفرس عشان يبقى في حكمه، وفي نفس الوقت يدافع عن أهله وعشيرته، لأن قوتهم صارت ميب زي زمان. بس في يوم من الأيام قرر يهاجم الفرس في معركة كبيرة جدا. الحين عرفنا أن هرقل حاكم للرومان، كان يلقب بعظيم الروم. كان هرقل هذا برضو كاهن ومنجم، يعني باختصار يؤمن بأن ظهور النجوم واختفائها في نفس الوقت لها دخل بأحداث تصير على وجه الأرض، وهذا الشيء يسمى بالكهانة والتنجيم. طبعا هذا الشيء حرام في الإسلام ويعتبر من الكفر بالله سبحانه وتعالى. بس هرقل مو بالشخصية الوحيدة اللي في قصتنا اليوم، في الشخصية الثانية مختلفة جدا، واللي اسمه صخر ابن حرب ابن أمية، ويلقب بأبو سفيان. هذا الشخص نسبه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شخص من أكثر الناس قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ابن عمه، بس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من قاد الجيوش يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص الحين عرفنا الشخصيتين الأساسيتين في القصة. في برضو شخصية غامضة لكن ما راح نذكرها لكم الحين، بنذكرها في الأحداث. خذ لك شي تاكله، ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، اكتب أنس أكشن، وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك. من دون ما نطول، بسم الله نبدأ. في سنة 6 هجري وبعد صلح الحديبية، طلعت قافلة من قريش بقيادة أبو سفيان بتجارة كانت لقريش نفسها، وكانت متجهة إلى بلاد الشام. وبلاد الشام تعتبر زي السوق العالمية، كل القوافل والبضاعات تبيع بضاعتها في بلاد الشام، وبالتحديد بيت المقدس. بس أبو سفيان أول ما وصل انصدم بأن هرقل موجود في بيت المقدس مو في القسطنطينية، وهذا الشيء يحصل نادر. ملك الروم في بيت المقدس إجابة هنا، ومو بس كده،
كان هرقل حافي وفي وجهه الحزن، كان وجهه مليء بالهم والحزن، وكان حوله حاشيته يتمتمون بكلمات. الحين نرجع وراء لقصة وجود هرقل في بيت المقدس. إيش سبب وجوده في بيت المقدس؟ وهنا القصة العجيبة. زي ما قلنا قبل إن كانوا الفرس والروم دائما في حرب مستمرة، فبعدها حصل بين الفرس والروم زي عقد الصلح، عقد سلام كانوا الروم يدفعون فيه فلوس، بس هرقل نقض عقد السلام اللي كان بينهم وبدا الحرب مع الفرس، فحصلت بينهم معركة كبيرة جدا. فبدت المعركة الكبيرة هذه واشتد القتال بينهم، فكان هرقل على أعصابه وخايف من الهزيمة، فقاموا نذر بأنهم لو انتصروا في هذه المعركة إنه راح يمشي حافي من القسطنطينية إلى بيت المقدس يصلي في بيت المقدس، مسافة بعيدة جدا 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 ما تتخيلها، 1300 كيلو مشي حافي على رجوله. وركز لي في كلمة حافي. وفعليا انتصر الروم في هذيك المعركة، ولا بد على هرقل أنه ينفذ ما نذر به، ففعليا مشى هرقل من القسطنطينية إلى بيت المقدس، مشي على أقدامه. ما كان الأمر سهل أبدا، بس فعليا هرقل وصل لبيت المقدس وصلى في بيت المقدس، وفعليا وفى بنذره وجلس في بيت المقدس أيام، يعني ما رجع للقسطنطينية، جلس في بيت المقدس. بس في ليلة من الليالي كان هرقل يناظر في النجوم، وزي ما قلنا قبل كذا كان كاهن ومنجم، كان يبغى يتفقد الأوضاع على وجه الأرض بكهانته وتنجيمه، طبعا كلها كذب. بس فعليا ناظر في السماء وفجأة تغيرت ملامحه، انتقل وجهه من وجه سعيد إلى وجه خايف ومرعوب. قالوا حاشيته ما بك، إيش فيك؟ فقال لهم رأيت في السماء شيء. قالوا له إيش شفت طال عمرك؟ قال رأيت في السماء ملكا عظيما لأقوام يختتنون. ناظروا الحاشية في بعض، أقوام يختتنون وملك عظيم، إيش السالفة؟ إلين قالوا لحاشيته اللي حوله طال عمرك ما يختتن إلا بني يعقوب، وانتوا فهموها بني يعقوب من أهل الكتاب فقط هم اللي يختتنون، وإذا مر هذا الشيء بخاطرك وخايف منه طال عمرك بناخذ كل بني يعقوب من القدس ونقتلهم كلهم بنذبحهم ونرميهم في حفرة، خلاص نتخلص منهم عشان ما تخاف أبدا، هم الوحيدين اللي يختتنون وهذا الملك مستحيل يصير إذا قتلناهم كلهم. طالع فيهم وقال والله يلعت موافق نذبحهم كله، أهم شيء هذا الملك ما يصير. وفي نفس هذه اللحظة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسل لجميع ملوك الأرض يخبرهم بنبوته ورسالة، فانطلقوا الرسل لكل ملك في أرضه بهذه الرسالة يوصلون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وكان دحية الكلبي مرسول من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل. طبعا هرقل في ذيك اللحظة جمع كل بني يعقوب وكان ناوي يذبحهم كلهم، بس ما كان مرتاح لهذه الفكرة، كان حاس إن في شيء خطأ في الموضوع. بس فجأة إلا برجل يدخل عليه بخبر صدمة، يعلمه بأن فيه رجل من العرب جالس يرسل رسائل إلى جميع ملوك الأرض، رسالته فيها أنه نبي من الله سبحانه وتعالى وألا نعبد إلا الله وحده. طبعا دحية الكلبي باقي ما وصل لهرقل في هذه اللحظة، لا زال في الطريق، بس يوم سمع هرقل هذا الرجل وكلامه اقتنع فعليا أن في شيء خطأ في المسألة، موضوع أن نقتل كل بني يعقوب خطأ، فقرر أنه يتراجع عن قتل بني يعقوب، وأمر برجل أنه يروح يسأل هل العرب يختتنون أم لا عشان يتأكد هل هم العرب أو لا. ففعليا هذا الرجل راح يسأل في القدس كاملة، بس المسألة ما أخذت وقت أبدا، رجع هذا الرجل لهرقل بخبر صدمة، قال له بأن فعليا العرب يختتنون. عرف هنا هرقل بأن أهل الكتاب من بني يعقوب ما لهم دخل أبدا، وصارت المسألة أوضح في عقل هرقل، صار 1+1=2. بس فجأة إلا بدحية الكلبي يدخل على هرقل. طبعا هرقل عارف الخلطة كاملة وعارف إيش هي الرسالة وليش هذا المرسول جاء من هذا العربي اللي في نص الجزيرة العربية، يعني عارف السالفة كاملة. فأول ما سواه قام ورحب فيه وأكرمه، أكرم دحية الكلبي وتقبل الرسالة بكل صدر واسع، وقال لدحية الكلبي انتظر عندك هنا، وكتب رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ولفها وأعطاها دحية الكلبي وقال له لا تفتحها إلا إذا وصلت المدينة. كانت الرسالة هذه غامضة، وفعليا رجع دحية الكلبي للنبي صلى الله عليه وسلم، بس هرقل ما كان مرتاح، يبغى يعرف من هو هذا الرجل الذي يدعي النبوة، يدعي بأنه رسول من العرب. فجمع حاشيته حوله وأمرهم بأنهم يدورون أي عربي في بيت المقدس ويجيبون له. فطلعوا حاشية هرقل فعليا يدورون في جميع أنحاء بيت المقدس، يدورون على أي عربي، فلقيوا أبو سفيان جالس يبيع في بضاعته
وفي تجارته. مسكوا أبو سفيان وسألوه هل أنت عربي؟ قال إيه نعم أنا عربي. فقالوا له تعال معنا هرقل يبغاك. أبو سفيان ما يدري إيش السالفة هنا. فيحكي قصته أبو سفيان بنفسه. يقول أبو سفيان ما كنت لوحدي، جوني الحاشية وطلبوا مني إني أقابل هرقل، فأخذت معي مجموعة من قافلتي من قريش كله. دخلنا إلا بهرقل جالس وحوله قساوسة، والجو كان غريب جدا ومخيف. قام هرقل وقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يدعي بأنه نبي؟ يقول أبو سفيان عرفت أنه يقصد محمد. محمد قد أرسل رسائل لجميع ملوك الأرض، والله إنه كان يتحدث عن هذا الأمر وهو لا زال في مكة، قد قال هذا الشيء قبل كذا وسواه فعليا. يقول فدخل في قلبي الخوف، يقول الحين بأدخل في مشاكل وأنا أصلا ضد محمد، أنا ماني مع محمد، ما حد تكلم من اللي معي، وكنت أنا من بين اللي معي كلهم أقرب الناس نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فتقدمت أنا وقلت أنا أقربهم إليه نسبا. نظر هرقل فيه وقال له وش قرابتك به؟ يقول فقلت هو ابن عمي. يقول أبو سفيان خلاص أنا متيقن أني رحت فيها، أنا أقرب الناس نسب، هرقل الحين بيأخذني ويقربني شاورما، أنا رحت فيها لكن لن أكذب، وليست من صفات العرب الكذب. قام هرقل وقال لحاشيته ادنوه مني. يقول تقدمت أنا فعليا وجو الحاشية وصفوا كل اللي جو معي من قريش وراي بالضبط، وأمر هرقل الصف اللي ورايا بأن إذا كذبت أنا إنهم يكذبوني مباشرة، مجرد ما أكذب يقولون أنت كذاب. يقول يا سلام الحين استوت علي، أنا لوحدي قدام ملك الروم واللي ورايا كلهم، لو أقول حرف ما أدري وش بتكون ردة فعله، لو كذبت كذبة واحدة ما أدري إيش اللي بيصير، الوضع دمار. سألني السؤال الأول فقال كيف نسبه؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت ذو نسب، هو ذو نسب فينا، ماني حاب أكذب أبدا. فسألني السؤال الثاني قد أحد طلع بنفس رسالة هذه من قبله؟ فقلت لا، هو أول واحد بدأ هذه الرسالة. فسألني السؤال اللي بعده وقال هل كان الملك في أبائه وأجداده؟ فقلت لا. فسأله هرقل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاء؟ فقلت بل ضعفاء، ودي أكذب بس ماني عارف إيش اللي راح يصير. قال هرقل أي يزيدون أم ينقصون؟ يقول فقلت بل يزيدون. فقال هرقل هل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان نعم. فكيف كان قتالكم له؟ يقول فقلت الحرب بيننا سجال، مرة يفوزوا ومرة نفوز عنا، ينالوا منا وننالوا منه. قال هرقل ماذا يأمركم؟ قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نتعفف ونتصدق ونصلي، يعني هذا كل شيء الصدق، وفي شيء ثاني صلة الرحم، وينهانا عن عبادة الأصنام وأن نشرك بالله شيئا، يعني ذبحنا. فبدأ هرقل الحين يفكك كل أجوبة أبو سفيان ويرد عليها ردود عقلانية بعدها. فقال هرقل لأبو سفيان أنت قلت أنه فيكم دون سب وكذلك الأنبياء، وقلت لنا ما في أي أحد قد قال مثل قوله هذا من قبل، ولو كان فعليا قال هذا القول أحد قبله لقلت أن شخص يقلد اللي قبله، بس أنه فعليا ما في أحد قبله قال نفس الكلام. وقلت لي بأن الضعفاء فقط هم اللي يتبعونه، والضعفاء هم أتباع الأنبياء، وقلت لي بأنهم يزيدون ولا ينقصون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وقلت لي أن ما في أي أحد يرتد عن دينه، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشتها القلوب، وقلت لي أنه ما يغدر وكذلك الرسل، وقلت لي بأنكم حاربتوا وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وقلت لي بأنه يأمركم بأن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، فإن كان حق ما تقوله لي فسيملك موضع قدمي هاتين. فأمر هرقل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأت أمام الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الآرسيين. كان في مقطع عن كريسمس وذكرنا فيه من هم الآرسيين هذول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهد بأننا مسلمون. في يوم قرأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على هرقل للمرة الثانية جت زي الرجفة وتأثر، وبدأ الناس اللي حوله
ترتفع أصواته وازدادت الأصوات بين الحضور. قال أبو سفيان بعد خروجنا من عند هرقل: قلت في نفسي والله لولا الحياء من أن أصحابي ينقلون عني الكذب والله لكذبت، ولكني خايف أني أعير بهذا الأمر. يقول: فقلت لأصحابي: الله يا الدنيا، الله يا الدنيا، يا ابن أبي كبشح، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. صار الملوك الحين يخافون منه، يرتجف من رسالته. يقول: والله العظيم أن كان قلبي متيقن بأنه على الحق، وإني أنا وأصحابي على الباطل، لكننا جالسين نكابر. طبعا بعد اللي صار طلع هرقل على المنبر وأمر بالروم كلهم ونادى فيه: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتبعون هذا النبي؟ ها، وش رايكم نتبعه ولا كيف؟ خلص من آخر حرف والقوم كلهم يقومون عليه وهو على المنبر، كانوا ينافرون كأنهم حمير حايجة، وهذا وصفهم، معصبين جدا وجالسين يضربون الأبواب يبغون يقتحمون عشان يقتلون عظيم الروم هرقل. وهنا خاف هرقل على مكانته وملكه، والأهم من كذا خاف على نفسه لا يصير له شيء. يوم شاف غضبهم قال: اسمعوا اسمعوا، نادى فيهم من جديد: يا معشر الروم، يا معشر الروم. جلس يكررها إلين هدي المكان، فقال: إني قلت مقالتي آنفا، أختبروا فيها إيمانكم، مش دراكم أنت. أبغى أشوف شدتكم على دينك، فقد رأيت منكم ما أحب. طبعا يقول الكلام هذا وركبة ترتج، خايف على ملكه يعني. طبعا يوم خلص هذا الكلام سجدوا كلهم لهرقل، صدقوه مباشرة يعني فعليا خرفة. وكانت هذه ردة فعل هرقل لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الحين نرجع لدحية الكلبي، وش اللي حصل له وإيش الرسالة الغامضة اللي كانت معه. وصل دحية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة هرقل. كان مكتوب في هذه الرسالة الغامضة: إني مسلم، أنا هرقل وأنا مسلم، ولكن يا محمد قد ترى أني خائف على ملكي ومملكتي ونفسي، ولكني أتبعك وأنا مسلم. ومد يد دحية الكلبي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها دنانير، كانت الدنانير هذه من هرقل كهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب، كذب عدو الله، ليس بالمسلم وهو على النصرانية. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدنانير وقسمها على الصحابة. وفعليا هرقل كان كذاب في هذه الرسالة، ولكنه سياسي محنك يبغى يكسب الطرفين، بس النبي صلى الله عليه وسلم أمره وحي من الله سبحانه وتعالى. بس كان بين الصحابة رجال يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم بنظرات مليانة حد وحسد وغضب، كانت نظراتهم ما تطمن. كانوا هذول الرجال في الأصل من أهل الكتاب، ادعوا الإسلام، كانوا من الأقوام اللي أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني يعقوب، ما يحتاج أقول لكم منهم، بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. إيه، هذول كان فيهم قوم أسلم أو ادعوا الإسلام، وكانوا حاقدين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون بأنهم أذكياء. طبعا هذول الرجال الحاقدين اللي من أهل الكتاب أخذوا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا مشط، يعني أخذوا المشط والشعر، وراحوا هذولا لكل ساحر من بني جلدتهم، أي ساحر يعرفونه يروحون له ويطلبون من هذاك الساحر يسحرون النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما كانوا يبغون سحر عادي، كانوا يبغون سحر يقتله ويبيدع من على وجه الأرض، سحر يوقفه عند حده، فياخذ الساحر هذا أثر النبي صلى الله عليه وسلم اللي معه، فيحاول يسحر النبي صلى الله عليه وسلم بس إنه ما يستطيع، كل ما عقد ونفث السحر يفشل وينفك مباشرة، فيتنقلون من ساحر لساحر عشان فقط يبغون يبيدون النبي صلى الله عليه وسلم من على وجه الأرض. إلين في يوم من الأيام وصاهم ساحر من السحرة، وصاهم على شخص كان اسمه لبيد بن الأعصم. فمن هو لبيد بن الأعصم هذا؟ لبيد بن الأعصم كان من أقوى السحرة ومعروف بأن ساحر خبيث، والشيء العجيب أن هذا الساحر كان مدعي الإسلام. ففعليا راحوا للبيد بن الأعصم في المدينة نفسها، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: يا أبا الأعصم، أنت أسحر منا، وقد سحرنا محمد بسحر من رجالنا ونساءنا فلم يصنع في محمد شيئا، حاولنا يمين يسار بس ما قدرنا نسحره، وأنت يا أبا الأعصم لا يخفى عنك ما فعل فينا، فرقنا وأخرجنا من ديارنا، فقتل منا من قتل وأجلى منا من أجلى. واسمعنا يا أبا الأحصن، سنجعل لك بعض المال على أن تسحر هذا الرجل وتريحنا منه، نريدك أن تسحره بسحر يقتله، نبغى ننهي هذا الرجل، ناخذ
ناخذ حقنا وحق اللي ماتوا من اهالينا بقتل هذا الرجل. قالوا بيد بن الاحسن طيب ابشر عندكم اثر بس له؟ قالوا ايه هذا مشط لمحمد وهذا شعر منه. فاخذ لبيد بن الاحسن وفعليا اخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعقد الشعره ونفث فيها ولف الشعره هذه على المشط وجلس يكرر هذه الفعله على المشط. بعدين اخذ المشط هذا ودخل في جوف طلع نخل ذكر واخذ طلع النخل هذا فما شاف المدينه الين وصل عند بير ذروان. نزل هذا البير وكان في اسفل البير حجر كبير شل هذا الحجر وحط طلع النخل هذا اللي فيه سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخباه تحت هذا الحجر وبعدها هرب. بعد شهور بسيطه الا والنبي صلى الله عليه وسلم بدا يشعر بشعور غريب وكان ظاهر على وجهه التعب والمرض وفجاه بدا يمتنع عن زوجاته ولا يبغى يجامعها صار يبغى يجلس لوحده اكثر ولا يبغى ياكل ولا يشرب مرض شديد وصار يخيل له بان جامع زوجاته وما جامعها يخيل له ان سوى بعض الاشياء وما سواها ومر شهور وتعب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد سوء الين في يوم من الايام كان مع عائشه رضي الله عنها فرفع يديه لله سبحانه وتعالى وبدا يدعي جلس يدعي الله سبحانه وتعالى بالشفاء الين حصل حدث عجيب اتى النبي صلى الله عليه وسلم ملكين وجلس ملك عند رجول النبي صلى الله عليه وسلم والملك الثاني عند راس النبي صلى الله عليه وسلم وقال الملك اللي عند رجول النبي صلى الله عليه وسلم ما اوجع الرجل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فقال مطبوب يعني مسحور وكلمة الطب زمان يعني السحر فقال من طبه قال الملك اللي عند رجوله لبيد بن الأحصم فقال في أي شيء قال في مشط ومشاطة يعني مشط وشعر في جوف طلع نخل ذكر فقال وأين هو رد عليه وقال في بئر ذروان فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومع مجموعة من الصحابة لبئر ذروان بدوا على هذا البئر إلا بالبئر ماء أحمر أحمر كالدم وصفوه الصحابة كأنه ماء نقع الحناء يعني من حمار الموية موية هذا البئر ويقول النبي كأن نخلها كرؤوس الشياطين يعني وضع هذيك البئر كان غريب وعجيب فنزلت المعوذتين على النبي صلى الله عليه وسلم في ذيك اللحظة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وانفك سحره بفضل الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تردم البئر ذيك ردمها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة وكأن الحكمة من هذا الحدث نزول هذه السورتين العظيمة اللي يسترقى ويستشفى بها إلى يومك هذا. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم إن شاء الله بإذن الله نشوفكم الجمعة الجاية إذا أمد الله في عمرنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بتوحشوني. السلام عليكم ورحمة الله.